السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله في كل زمان وفي كل مكان هناك ملاحدة وهناك متشككون يرفضون فكرة البعث والنشور. يقولون بأن ما في لا بعث ولا نشور إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فقط حياة فيها بداية فيها متاعب ثم نهاية ثم ننسى ويطوى التاريخ هكذا يفكرون ويقولون بان الحياه هي عباره عن نيزك من النيازك السابحه في الفضاء التي لها القابليه للنشوء والارتقاء ثم سوف تنتهي يوما من الايام وما في لا اله ولا بعث ولا نشور ولا حساب كل ذلك اساطير الاولين وما جاء به الانبياء افتراء واختلاق من عندهم واكثرهم كانوا عندهم مس من الشيطان وعندهم هواجس وعندهم عقول سقيمه هكذا يقول هؤلاء الملاحده فرسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الدعوه واجه صنفا من هؤلاء صنفا تحدوه وقالوا يا محمد كل ما تذكره خرافه واباطل ما في لا بعث ولا نشور ثم اتهموه بانه مجنون واتهموه بان هذا الفكر الذي عنده انما هو من همزه الشياطين سيدنا النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يدري كيف يجادل هؤلاء القوم فجاء الوحي الإلهي جاء القرآن الكريم نزل عليه من لدن الخبير العليم عن طريق جبريل عليه السلام تعالوا بنا ايها الاحبه الكرام نتامل في سوره التكوير وهي في الاصل خطابين اثنين الخطاب الاول خاص بقضيه البعث والنشور ربنا سبحانه وتعالى يقيم الادله الدامغه والبراهين القويه على صدق البعث والنشور والنصف الثاني يزكي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتني عن الصادق الامين جبريل عليه السلام ويؤكد بان الهدايه هي من عند الله وهناك حريه كامله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. كل هذا الكلام وهذا القسم ليقول لنا ربنا عز وجل علمت نفس ما أحضرت هذا كله قسم. ربنا يقسم بكل هذه الظواهر الطبيعية المخيفة المرعبة ليقول لنا في الختام علمت نفس ما أحضرت القضية كلها تتلخص في أن الأنفس سوف تحاسب يوم القيامة وربنا قد أعطانا الأدلة والبراهين وأقام الحجج فلم يبقى هناك عذر لمعتذر الصورة تسمى صورة التكوير التكوير لأن ابتدأت بقوله تعالى إذا الشمس كورت الحق عز وجل يلفت انتباه المشركين والكفار إلى الشمس هذا الكوكب الناري الكبير الضخم ما اضخم الشمس بعظمتها كلها وتشرق في دقائق معدوده على نصف الكره الارضيه ولا تكاد تنقضي ولا تنضب من خلال شعاعها العظيم هذه الشمس ستكون الى بوار اذا الشمس كورت كورت بمعنى ان تم الفافها لفت ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يرميها ينطفئ نورها هذه الشمس سوف يأتي يوم ينطفئ نورها وتصبح باردة قارسة ثم كوكب وتلف كورت ثم ترمى في النار وتصير عبارة عن جمرة في النار هذه الشمس العظيمة ما هي إلا جمرة صغيرة داخل النار والعياذ بالله لاحظوا أيها الأحباب الكرام هل سبق لكم أن رأيتم غضب الطبيعة ما يسمى غضب الطبيعة لعلكم رأيتم زلزال مشهد في فيديو او في تلفاز ورأيتم ربما هجوم موج تسونامي او رأيتم عواصف رعدية او رأيتم اعصارات البشرية يا ما رأت بعض الظواهر يسمونها غضب الطبيعة وهي في الاصل غضب الله سبحانه وتعالى اذا الطبيعة صماء وعمياء وبكماء تأتمر بامر الله عز وجل اخطر ما شهدته البشرية هو طوفان سيدنا نوح الذي غمر الأرض بكاملها لكن الله تعالى يتحدث عن أعظم تغير في الكون وفي الطبيعة وهو صعب جدا أن نشرحه باللغة لأنه لأن الإيقاع القرآني قوي لما تقرأ الآيات قلبك يرتجف وتشعر بالخوف وبالرعب والنفوس تكاد تموت من هول ما تسمع يحكي ربنا عز وجل بأنه حينما تأتي القيامة يبدا بالشمس اولا الشمس هذا الكوكب الناري يلف ثم يطمس نورها ثم تصبح بارده وتكور وترمي في النار كانها حصات اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت النجوم والكواكب بالملايير السماء مزينه بالنجوم والكواكب وهناك عده مجرات وهناك كوكب التبانة وهناك الملايير الملايير من النجوم كل هذه النجوم التي لها وظائف ولها مهام ستنكدر ما معنى إن كدرت إن بعضها سوف يصطدم ببعض ما يسمى في علم الفيزياء بنظرية اصطدام الكواكب لما تخرج عن مدارها هنيها هنيها ثم يأتي وقت يقع الانفلات ويسمى عند الفيزيائيين الخبراء بنظريه الاصطدام الكبرى هذه النجوم كلها سوف تنكدر واذا الجبال سيرت الجبال العظيمه التي تقف امامها وهي شامخه هذه الجبال التي تحفظ توازن الكوكب الارضي ربنا يقول سيرت ستسير الى ان تسير رماد صفصفا يسالونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الجبل الضخم الكبير العالي كل سوف يصير تراب مثل الدقيق انتهى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت العشار هو رمز للأموال السائدة عند العرب العشار مقصود بها الجمال الجملة العشرية الحامل التي بلغت سنها العاشر وهي أجمل وأكمل مال يملكه العربي آنذاك المقصود بأن الأموال كلها من من بهائم ومن زروع ومن كروم ومن تمور كل شيء سوف يعطل وإذا العشار عطلت يعني الأموال لن ينظر إلى الإنسان عنده أرصدة بنكية عنده عقارات عنده أسهم في شركات كل ذلك يعطل ولم يعد له أي قيمة وإذا النفوس زوجت النفوس زوجت قيل بأن في يوم القيامة كل فئة تنحاز إلى صاحبتها كما قال الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة كيف أزواج ثلاثة؟ النوع الأول هم أصحاب اليمين والنوع الثاني هم المقربين والنوع الثالث هم أصحاب الشمال أصحاب المشأمة والعياذ بالله. فربنا عز وجل سوف يصنف الناس اصناف ثلاثه، هناك المقربون في جنات النعيم اهل الايمان واهل اليقين السابقين في الخيرات يسمون المقربون وهناك المتدبدبون لكنهم مؤمنون يسمون باصحاب اليمين وهناك والعياذ بالله اصحاب المشأمه الذين لهم شؤم ولهم ضياع فكل يبحث عن صاحبه. كل يبحث عن زميله إذا كان صديق في المسجد تبحث عنه في حلقة ذكر تبحث عنه إذا كنتم في عمل إنساني خيري تبحث عنه فيعينك وتعينه هذا أهل اليمين أو المقربون أما أصحاب المشأمة عنده صديق في خمارة عنده صديق في ملها، عنده صديق يسرق ويغتصب ويظلم سيبحث بعضهم عن بعض وينضم بعضهم إلى بعض وقيل المعنى وإذا النفوس زوجت أي قورنت بأعمالها إلى أن قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ربنا عز وجل يقيم العدل في يوم القيامة فيخرج الناس من قبورهم الناس الذين ماتوا قبلنا وبعدنا الكل سوف يقوم نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون كأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور أما المشركون فيقولون يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا المشهد الناس يخرجون من قبورهم حتى الموؤوده التي وئدت وهي صبيه صغيره إما تم إجهاضها وإما أنك مكت في الجاهلية إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذه الموؤودة وذاك الطفل المجهض كلهم يبعثون ويقول يا رب هذا أبي أو هذه أمي إسألها لماذا وأذوني؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ كان النبي الكريم لما نزلت هذه الآية الكريمة بعض الصحابة الذين أسلموا وقد كانوا قد وأدوا بنات في الجاهلية جاء أحد فقال يا رسول الله لقد كان عندي بنات ووآدتهن فقال له كفارتها أن تعتق رقبة عن كل نفس كان عنده سبع بنات كلهن وأدهن قال لي اعتق سبع رقاب وجاء آخر قال يا رسول الله انا وأدت بنات وعندي جمال عندي بدنه قال عن كل رقبه بدنه عن كل رقبه عن, عن كل فتاه وأتها تنحر ناقه وتصدقها على الفقراء والمساكين ذلك فديتها الى ان قال الله تعالى واذا الصحف نشرت هذا اخطر ما فيها الصحف كل واحد منا له كتاب وكل واحد منا يستر عن نفسه لكن يوم القيامه تتطاير الصحف ويقع الاشهار والتشهير. نحن في الدنيا نخاف من التشهير. كم سمعنا من فنان او سياسي او رجل اعمال مشهور يخاف من التشهير لما يكتبون عليه بانه ضبط يشرب الخمر او ضبط في جلسه حميميه غير شرعيه او ضبط هنا وهناك الناس يخافون اصعب طعن ممكن تطعن به اي مشهور سياسي ولا فنان أو لا عالم ولا رجل أعمال أن تطعنه بأنه يقوم بأعمال سيئة فالناس كلهم يحبون الستر لكن يوم القيامة يقول الله تعالى وإذا الصحف نشرت كل شيء منشور هناك من سوف يقول ويتم وي يا ويلتاه لا يحب أن يعلم الناس ماذا كان يفعل من أشياء مسورة فهذا من هول يوم القيامة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت السماء هي سقف محفوظ رفعها الربون بغير عمد هذاك السقف كله غادي يطير غادي يزول وينضطر مثل مثل خمار المراه في راسها لما المراه تزيل خمارها عن راسها هكذا السماء كشطت يزال ذلك الغلاف الجوي الازرق ونشعر باننا ليس هناك من يحمينا من الكواكب والنجوم والنيازك واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت الله تعالى يامر الجحيم هي النار سماها الجحيم سُعّرت ربنا عز وجل يغلي فيها النيران نيران تغلي ونيران تستعد لأنها تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ سُعّرت والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية وإذا الجنة أزلفت الجنة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها وتقول يا رب أقم الساعة إني اشتقت لأحبابي واشتقت لزواري وحينما تفتح أبوابها كنشم رائحة المسك والعنبر وبريق اللؤلؤ والمرجان وتقول يا رب أقم الساعة أقم الساعة لقد اشتقت لرؤية أحبابي وسكاني هم المؤمنون المتقون كل هذا الكلام وهذا القسم ربنا يقسم بهذه المظاهر لكي يقولنا في الختام علمت نفس ما أحضرت هنا كل واحد منا سوف يعلم حقيقة ما حضر وأحضر يعني كل ما كنا نقوم به في الدنيا يكتب لنا أم علينا كل أعمالك تحصى إما لك وإما عليك لك إذا كانت حسنات إذا كانت قربات إذا كانت مبادرات مبادرة الخير كلها لك هنيئاً أما إذا كان ظلم وتعسف وجرأة على شريعة الله تعالى ومطالبة بتغيير حكم الله لصالح حكم وضعي جاء من الغرب أو من الشرق كل هذا والعياذ بالله مكتوب عليك علمت نفس ما أحضرت وربنا عز وجل بعد أن يقر في النفوس بأن هناك القيامة العرب كانوا متقنين للغة العربية فكانوا إذا قرأوا الآيات يشعرون بالارتجاف وبالخوف. في المقطع الثاني من سوره التكوير ربنا ينتقل من عالم التخويف وعالم التهويل وعالم مظاهر الكون الشمس والقمر والنجوم والبحار وكل هذه المخلوقات الوحوش حشرت حتى الوحوش ما معناها؟ معنى ان الوحوش يعني عاده الوحش يتبع فريسته لكن في هذا المشهد كل الوحوش تحشر تجري خائفة حتى الأسود والقطط والديناصورات والأفاعي الكل يجري إذا الوحوش حشرت خائفة مما سوف يصير لها هذه المشاهد كلها ينتقل منها ربنا عز وجل لينتقل ويتحدث مع أهل الإيمان فينتقل إلى عالم جميل عالم فيه ملامح الجمال والرونق فيقول جل علاه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس هنا ربنا عز وجل ينتقل الى عالم جميل عالم الخير عالم عالم الجمال والبهاء الخنس هي الكواكب والنجوم اللامعه ربنا يقسم بها فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس هذه التي تضيء لنا في النهار في تضيء لنا في الليل ثم تتباعد في النهار انظر إلى حركية النجوم انظر إلى القمر والمريخ وعطارد وزحل والمشتري والزهرة انظر إلى الأرض والشمس انظر إلى الكواكب البعيدة جدا ما أجملها وما أعظمها تسير في نظام وتسير في تبات من خلقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى أترى قد خلقت هي من تلقاء نفسها؟ كلا أترى أن هناك من يزعم من الخلق أنه خلقها حاشا وكلا ومن يجرؤ أنه خلقها هو الله تعالى يخبر ويكرر بأنه هو الخالق انظر إليها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس انظروا إلى أثر رحمة الله هذا الليل الجميل لما نشعر بالتعب ونخلد للنوم فيرخي الليل سدوله وننام في راحة وطمأنينة ودعة والليل إذا عس عس هي كلمتين عس عس بمعنى كأنه يحرص عليك حراسة من عند الله تعالى وليل فيه هدوء وسكينة والصبح إذا تنفس لما يصير الليل ربنا يأتينا بالصبح فالصبح هناك أكسجين جميل مقوي ومشفي للأمراض والأسقام يكون كل صلاة الفجر مع الفجر ربنا يطلقه في الكون وكل من قام للفجر وركع وسجد يستنشق هذا الهواء فيعطيه الله الصحه والعافيه والصبح اذا تنفس يقسم ربنا بهذا الكلام يقول انه لقول رسول كريم لان القران العظيم رفضه الجاهليون ورفضه المشركون ورفضه الكافرون وقالوا هذا القران اساطير الاولين وانه مفترى وأنه مختلق فربنا يقسم بهذه المظاهر ليقول إنه لقول رسول كريم هذا القرآن قاله رسول كريم من هو الرسول هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين الذي أنزل هذا القرآن سماه الله تعالى رسول كريم هذه الصفة تزكية وصفة جمال لسيدنا جبريل عليه السلام وصفه الله بالكرم نقول فلان كريم المقام يعني رفيع المقام وذو اخلاق عاليه هكذا يتني ربنا عز وجل عن امين الوحي وسفير بين الله ورسله جبريل عليه السلام. انه لقول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ربنا وصفه بالقوة جبرائيل عنده قوة عظيمة عنده 600 جناح. جناح واحد لو ضرب به الكوكب الأرضي لصار ترابا جبرائيل عليه السلام لو نفخ في الكوكب الأرضي لا الأرض أدراج الرياح إنه قوي وأنتم ماذا عندكم؟ عندكم سيوف؟ عندكم نبال؟ عندكم حراب؟ وحتى في عصرنا هذا ماذا عندكم؟ صواريخ ودبابات عبر القارات؟ عندكم قنابل هوريشيما وناكازاكي؟ أبدا إنه قوة مذهلة لله سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني علاقته مع صاحب العرش مع رب العالمين مع ملك الملك له له مقام مكين وله وله سمعة مكينة وله نصيب عظيم. مطاع تم امين. لماذا سماه مطاع؟ لأن جبرائيل عليه السلام عنده خدم من الملائكة بالملايير لا يعدون ولا يحصون. كلهم يطيعونه، اذا امر احدهم باي شيء فانه يقوم بتنفيذه. لما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اودي من طرف كفار قريش ولما عاد من الاسراء والمعراج بعث الله اليه ملك الجبال، ملك غريب تحت امرة جبرائيل عليه السلام. فلما راه سيدنا النبي خشي على نفسه، قال من تكون؟ قال انا ملك الجبال، ملك الطوارئ. قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أطبقت عليهم الأخشبين فقال الله تعالى أسأل الله تعالى أن يخرج من 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 أصلابهم من يوحد الله، هناك ملائكة كثر يشتغلون تحت إمرة سيدنا جبريل وكلهم يطيعونه، لذا قال الله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع مطاع يطاع ثم أمين يعني كل الامور التي يبعث بها الله تعالى يؤديها بامانه وبصدق وبحفظ ليس هناك تبديل وليس هناك تغيير ابدا اذا اذا امر الله تعالى رسوله جبريل بان يبلغ رساله فانه يبلغها كما هي لا ينقص ولو حرفا واحدا لا يزيد ولا ينقص انه امين مطاع تم امين ثم ينتقل ربنا عز وجل ويزكي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول وما صاحبكم بمجنون هذا صاحبكم محمد الذي تم اختياره واصطفاؤه وأنزلنا عليه القرآن ما هو بمجنون إنه فيه صفات جبريل أيضا صادق وأمين ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضمين يعني قد رأى جبريل رأي العين سيدنا النبي سوف يكشف له ستار الغيب ويرى جبريل على صورته بقي منبهرا راى صوره عظيمه نور على نور لجبرائيل وحوله ستمائه جناح كل جناح ما اعظمه وما اجمله وبقي سيدنا النبي تلك اللحظه مندهشا لكن فيما بعد ربنا عز وجل كان يشكل جبريل في صوره اخر رجل عادي وهو الصحابي الجليل دحيه الكلبي رضي الله عنه فكان يأتيه وسط الناس ويحدثه ويبلغ أوامر الله تعالى وينزل عليه الوحي والناس لا يدرون وهو بينهم يتشكل في صورة إنسان أما لما رآه هنا صورة حقيقية ولقد رآه بالأفق المبين لا رأى أفق الشمس والكون بشكل واضح وبين إلى أن قال وما هو على الغيب بضنين كل ما أخبركم به محمد من الغيبيات ليس متهم فيها الضنين هو المتهم ليس متهما إذا أخبركم بالجنة والنار والبعث والنشور والقبر والحشر كل ذلك صدق وكله أمانة وأنه صادق أمين وما هو الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم لأن بعض كفار قريش يقولون كلام محمد إنما هو وساوس شيطانية عنده مس من الجن وكلام ابليس هذا فربنا عز وجل يبرئ ساحه نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول وما هو بقول شيطان رجيم الى ان قول فأين تذهبون؟ اذا رفضتم يا قوم كلام ربكم اين تذهبون؟ ما هي حدودكم؟ الى اين تبتعدون؟ انكم في قبضه الرحمن اين تذهبون؟ إنكم في ملك الله تأكلون من طعامه وتشربون من نعيمه وتعيشون تحت سقفه إلى أين تصلون إلى أين تذهبون هل عندكم مذهب آخر بعض الناس عنده مذاهب هذا عنده الوجودية وهذا عنده الصفصطة العلمية وهذا عنده الأفكار متعددة كلها مذاهب باطلة المذهب الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان هو مذهب الفطرة فطرة الإسلام التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الى ان يقول فأين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين. يا قوم هذا الكلام الذي ذكره كلكم محمد ما هو الا ذكر للعالمين. لاحظوا ان هذه الايه هي سابع سوره نزلت في القران. سابع سوره في مكه لا الاسلام غريب وكان انذاك سيدنا محمد يتحدث عن العولمه. وعن العالمين وما هو إلا ذكر للعالمين حينما نزلت هذه الصورة كان عدد المسلمين ثلاثين نفر فقط ثلاثين نفر كان أولهم سيدنا النبي وأمنا خديجة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وفئة من المستضعفين منهم بلال وعمار وأم عمار وأبي عمار وخباب بن الخارط مجموعة صغيرة جدا لا تتجاوز ثلاثين نفر فقراء ما عندهم لا طعام ولا شراب ولا لباس وكان آنذاك يتحدث عن العولمة عولمة الإسلام بأنه سوف ينتشر في الأفق ويصل إلى العالمين يصل إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى روسيا وإلى الهند وإلى أفريقيا وإلى الـ الـ القطب المتجمد الشمالي و و و و كيف يعقل أن إنسان يعيش في صحراء ضعيف ويتكلم عن العولمة في ذلك الزمان قبل خمسة عشر قرنا من الزمن إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم هنا الحريه الدينيه حريه الاعتقاد كل هذا ليس بالاكراه من اراد ان يستقيم فله ذلك ومن لم يرد فهو حر في نفسه يقال ان ابا جهل لما سمع هذه الايه لمن شاء منكم ان يستقيم قال اذا نحن احرار من أراد أن يؤمن بمحمد ودعوته فليؤمن ومن أراد أن يكفر فليكفر وقال عن نفسه وأنا سوف أكفر فنزل قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني كل هذا هذه المشيئة عندك الظن بأنك أنت اللي عندك القرار وعندك الاختيار وعندك الرأي الحر. إنها إرادة الله. حتى في اختيارك أنت لم تخرج عن دائرة الاختيار العام الاختيار الكلي هو إرادة الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني أن الإنسان قد, قد يغتر بعقله ويغتر بإرادته وبعزيمته ويقول أنا الذي أصنع الحدث أنا الذي أفعل كذا وكذا لا يا سيدي فعل كذلك داخل تحت إرادة الله هو الذي أعطاك السمع والبصر والعقل والفؤاد وأنت في أرضه وتحت سمائه وتعيش في خيرته ومصيرك بين يديه ولا يمكن أن تفعل شيئا خارج إرادته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ختم الآية نسمع الله رب العالمين هذه كلمة فيها رحمة وفيها فتح لباب الهداية ربنا يتحدث معكم يا عباد إنه ربكم إنه خالقكم إنه الذي صنعكم وأنتم كنتم عدم فجعلكم تراب ومن تراب سواكم ونفخ فيكم الروح وأعطاكم السمع والبصر والفؤاد واختار لكم الآباء والأمهات وأعطاكم الأزواج والزوجات وأكرمكم بالذرية ذكور وإناث وأعطاكم الخيرات والعقول وأعطاكم الامتيازات وأعطاكم النعيم لماذا هذا الاستكبار على ربكم وهو رب العالمين لمن شاء منكم ان يستقيم فنسال الله تعالى ان يمن علينا بالهدايه ويمن علينا بالخير ويمن علينا بالايمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته ويقول من اراد منكم ان يتعجل ويتفكر في البعث والنشور واهوال يوم القيامه فليقرا سوره التكوير. اقراوه يا احباب واحفظوها عن ظهر قلب ورددوها مرارا وسوف تجدون حلاوتها في قلوبكم وتجدون تأثيرها في سلوككم وسوف تشعرون بأنكم قريبين من الله ومن كان قريبا من الله أكرمه وأرزقه وأعطاه الخير وأعطاه القبول في الأرض والسماء اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين واجعلنا من أهلك وخاصتك قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين